عمان أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة أكويتي، أهلا بك. يعني طبعا الملف الأساسي الذي يؤثر على جميع الأسواق في هذه المرحلة هو محادثات سقف الدين التي ستكون بعد ساعات قليلة من الآن. الخطر على الدولار يكمن فقط في حالة التخلف عن السداد، ولكن التأخر في السداد أو التأخر في التوصل إلى اتفاق، ما هو تأثيره اليوم على الدولار؟ مساء الخير مايا. نعم، شكرا للاستضافة. أولا، نعم، عند النظر إلى مشكلة سقف الدين تاريخيا كانت تتجه دائما إلى الحلول، بكل تأكيد حاليا نتجه إلى صفقة سياسية أكثر من صفقة اقتصادية، لكن عند النظر إليها فغالبا تتجه إلى الحلول حتى للحظة الأخيرة. كما ذكرت مايا، تأثيرها قد يكون تأثير قوي جدا إذا وصلت المرحلة إلى حالة التخلف. حتى أن جانيت يلين وزيرة الخزانة قد ذكرت بأن الوصول إلى 8/6 أي قبل حتى 15/6 قد تنفذ الأموال من الفدرال الأمريكي أو تنفذ الأموال من الاقتصاد الأمريكي للدفع للنفقات. على ما أعتقد أن الصفقة أو محور الصفقة حاليا مايا هو سقف الإنفاق. سقف الإنفاق يحتاجه 10 سنوات 4 سنوات. هناك المشاكل في الوصول إلى الحل الجذري أو حل وسطي حاليا، لكن بكل تأكيد عند النظر التأخر في حالة السداد بكل تأكيد سوف يكون تأثيرها على ما أعتقد كثير التخلف، لأنه مرور الوقت يعطي بعض التشاؤم، حالات التشاؤم، حالات التخوف في الأسواق، فقد تصل إلى مرحلة أن نعيد سيناريو 2011 عندما بدأت حتى الوكالات التصنيف تخفض من التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي. فهي حالة على ما أعتقد حالة 2011 كانت حالة مثيرة للجدل، لكن قد وصلت الصفقة وقتها إلى في آخر لحظات إلى النهاية. فعلى ما أعتقد الأفضل أن يعيد الاقتصاد الأمريكي سيناريو أن تصل إلى الحلول، خاصة مع الاقتصاد الأمريكي الحالي المليء بالمشاكل، الفشل المصرفي من جهة أخرى. أحمد، يعني كل المحللين بيقولوا أنه رح يوصلوا لاتفاق، يعني هذا أمر مفروغ منه في النهاية، بس هن ناطرين لآخر لحظة يعني لكي يعملوا مكاسب يعني. ولكن التأثير على الدولار على المدى البعيد، هل يمكن أن يكون له أيضا تأثير على تعاملات الدولار الخارجية، خاصة أن الدولار هي العملة الأكثر استخداما بالنسبة للاحتياطي؟ وهذا نقاش انفتح من فترة، أنه التخلي عن الدولار، التخلي، هل يمكن أن يعود إلى الواجهة في ظل هذا النوع من المشكلات التي يتعرض لها داخل يعني الحكومة الأمريكية، داخل الكونغرس؟ نعم، هي عندما ننظر الى الاحتياطات بالدولار الامريكي حول العالم ما يقارب 60% من الاحتياطات بشكل كامل. بكل تاكيد عند انعقاد صفقه تجاريه فالدولار الامريكي في الواجهه، لانه الاكثر امانا بين العملات، الاكثر استقرارا بين العملات. فعلى ما اعتقد انه تشكيل مشكله للدولار الامريكي على المدى الطويل، على ما اعتقد انها غير وارده نوعا ما هي عند النظر الى الاحتياطات. ف 60% تعتبر رقم كبير جدا بالاحتياطات العالميه بشكل كامل. فعلى ما اعتقد نعم الدولار الأمريكي قد يخسر جزء من استحواذاته العالمية، لكن ليست بالوقت الحالي، ليست بسبب أزمة سقف الدين. أزمة سقف الدين هي أزمة مرارا وتكرارا مرينا فيها مايا. على ما أعتقد أزمة قد تكون نفسية أكثر من أنها أزمة اقتصادية. النظر أيضا مايا عند النظر على أزمة سقف الدين، فعلى ما أعتقد أن الإعلام الأمريكي يوجه أنظار المستثمرين إلى سقف الدين، لأن نحن في حالة فشل مصرفي. الريجنال بانكس كانت قد سجلت انخفاضات كبيرة جدا للأسهم، الأوبشنز عليها مبيعات كثير عالية بالنسبة لعقود الأوبشنز. فعند توجيه المستثمرين إلى أزمة سقف الدين، أزمة حتى الاختلاف بالنسبة لرفع أسعار الفائدة أو التوقف أو انخفاض أسعار الفائدة بهذا العام، قد يبعد الأنظار قليلا حتى عن مبيعات البنوك. ما يعني يلهيهم شوي بموضوع، ما زال ذكرنا موضوع أسعار الفائدة. جيروم باور رئيس الفيدرالي بيقول سيتعامل مع كل اجتماع لوحده ومش رح يقرر من هلا اي شيء. سمعنا بولارد بيقول يتوقع رفعين، سمعنا كاشكاري كمان بيحكي أشكر. هناك ايضا تباين في التصريحات ولو انها متقاربه نوعا ما. ما هو تاثير ذلك على الدولار؟
نعم كما ذكرت يعني ممكن انا اميل الى انقسام حاليا في مجلس الفدرالي الامريكي، بولارد كشكاري دائما التاريخ تاعهم سطوري اكثر. اليوم داري على سبيل المثال ذكرت بانه امكانيه التوجه الى عدم رفع اسعار الفائده لانه تجديد الشروط الائتمانيه توازي عمليتين رفع فائده. مايا بكل تاكيد عند رفع اسعار الفائده كان الهدف الاول والاخر تقليص الانفاق، تقليص النمو الاقتصادي، فعند تجديد شروط الائتمان فهي بمثابه عمليات رفع اسعار فائده. اميل للتوجه بعمليات التوقف، لكن ان يكون التوقف الصقوري نوعا ما بوعود لعمليات رفع الفائده كما ذكر كشكاري. تاثيره على الدولار الامريكي، اميل الى امكانيه الارتفاعات للدولار الامريكي في الفتره القادمه، بما انه اعلى مستويات النفسيه 100 للفيوتشر مؤشر الدولار اندكس 100، فاعتقد انه قد يدعم امكانيه ارتفاعات الدولار الامريكي في الفتره القادمه على المدى المتوسط. شكرا لك احمد عزام، المحلل الاول لاسواق المال في مجموعه اكويتي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.